يا هلا والله، حياكم من جديد في ساعة شباب. الآن طبعا في كذا خلاص احنا قربنا نخلص الحلقة، بس حاب أشكر ضيوف الكرام اللي شرفونا اليوم. الرسام حسام يماني اللي أبدع صراحة في فنه، واستمتعنا في رسوماته الجميلة بالإير برش تحديدا، ما شاء الله تبارك الله، وأتحدى المستحيل لأنه دخل على الفن وما شاء الله حقق الكثير من الإنجازات خلال وجوده في هذه الفترة. أيضا ضيفتنا اللي كانت مشرفتنا اليوم آلاء تمار، هي متعددة التجارب اللي يعني خلاها تجرب كثير من الأمور إعلاميا وتلفزيونيا وحتى إعلاميا، وقدمت برامج يوتيوبية. نشكر جهودها اليوم على خلينا نقول حرصها أنها تجرب كل أمر جديد في حياتها. ما كان فارق معها كثير يعني الناس ايش تقول، ليش هي منتشره، ليش هي موجوده في كل مكان. عندها هدف، عندها طموح تبغى توصل له ان شاء الله. زي ما ذكرنا حتكون زميله اعلاميه مستقبلا، كل التوفيق لها وايضا للرسام اللي شرفنا حسام اليوم. انا راح اترككم مع حاتم العراقي، عيش وياك في كليب نشوفه سوا، نرجع من جديد عشان نختم حلقتنا لليوم.
خواف وعلى حب يخاف وانا من العين ضميت عشت لجله العمر كله وهو اللي تمنيت نشوف ارضى ونسرح واشعر بالامان حلو شفاف جميل وصاف جب احلى زمان حاتم العراقي عيش وياك كما في ساعة شباب شفنا الكليب واستمتعنا فيه. طبعا احنا كده مشوارنا انتهى مع ساعة الشباب ووصلنا لنهاية الحلقة. اشكر كل اللي شاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام ويعني اعطونا اراء وافكار واقتراحات سريعة جدا لشهر رمضان المبارك. قبل ما ادعكم عفوا نقول لكم كل عام وانتم بخير. انا بالنسبة لي مبدئيا حيكون اليوم وحرجع بيتي بكرة ان شاء الله ما حكون موجود لكن إن شاء الله حلقاكم بإذن الله في مرات قادمة لأنه لازم أجهز نفسي رمضان طبيعي يعني فلابد نجهز نفسي رمضان ودائما وأبدا بنكون معاكم هنكون معاكم طبعا ساعة شباب حيكون معاكم في نفس الموعد من 4 إلى 5 دائما وأبدا. أنا كنت معاكم طرات هند أقول لكم فأمان الله مع السلامة. Oh, wow.